وفي اليمن استهدف قصف جوي لميليشيات الحوثي مستشفى الروضة في مدينة تعز، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المرضى بالمستشفى التي تعتبر آخر المستشفيات العاملة في قلب مدينة تعز، وذلك عقب خروج باقي المستشفيات الحكومية والخاصة عن الخدمة بسبب حصار الميليشيات. يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تفرض حصارا على مدينة تعز منذ أغسطس الماضي وسط قصف يومي على الأحياء السكنية أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.